بابا خليني هنا لحد ما المطره تخلص، اصل انا بخاف منها. تيجي بعد التمرين نروح نذاكر في البيت؟ معلش انا بعمل ده شبه عدد عشان ماما قالت لي كبيره قدام البيت بس. وانت من اهل الخير يا حبيبي، نورت بيتك. رحلة علاج السرطان بتبعد اطفال كتير عن حياتهم. رسالة بخمسة جنيه من موبايلك على رقم 57357 هتساعدهم يرجعوا تاني لحياتهم. وزي ما وصلنا في 57357 بنسبة شفاء 73.8% بفضل الله ومساعدتكم هنكمل ونوصل لنسب الشفاء العالمية. ابعت رسالة رسالتك فيها الشفاء. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. هذه الحملة برعاية مصر للطيران.